أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من مدرسة الهجرة. الهجرة مدرسة كبيرة بنتعلم منها دروس كتيرة، ومن أعظم الدروس اللي نتعلمها من مدرسة الهجرة حقيقة الصاحب اللي يقف معاك في وقت شدتك، الصاحب اللي يبذل ويعطي مش منتظر منك شكر أو منتظر منك عطاء، حقيقة الصاحب اللي فعلا يفديك بنفسه وماله وأهله، حقيقة الصاحب اللي يتمنى البلاء ينزل عليه مش عليك. دي الحقيقة اللي احنا استفدناها من حياة الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في وقت الهجرة. فكان نعم الصاحب مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابهوش، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا أبا بكر إنه قد أذن لي في الهجرة، قال الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، يعني أنا عايز أكون معاك، عايز أكون مصاحبك يا رسول الله، لا تتركني ها هنا. أبو الصديق رضي الله عنه كان يعلم يقينا أن رحلة الهجرة مش فسحة خلوية النبي طالع يتفسح، لا، ده مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة كبيرة جدا ممكن تتعرض فيها حياة الصديق نفسه إلى الانتهاء بالموت وغير ذلك. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها فوالله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا أبا بكر رأيت أبا بكر بكى من شدة الفرح. الصاحب اللي سهل عليه جدا انه يبذل كل المال علشانك، هو دايما بيبذل. الصديق رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله ما نفعني مال قط، ما نفعني مال ابي بكر. اكتر حد نفعني بماله كان الصديق رضي الله عنه عند الحاكم في مستدركه من حديث اسماء ان والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر الصديق قال ابوه لاسماء ما ارى ان هذا الرجل قد ضيعكم. قالت أسماء رضي الله عنها ووالله لقد أخذ الصديق رضي الله عنه ماله كله 5000 أو 6000 درهم. فقلت لجدي يا جدي لا والله، بل ترك لنا خيرا عظيما وكان شيخا كبيرا قد عمي. فأتيت إلى أحجار فوضعت عليها ثوبا فأخذت يده ووضعتها عليه وقلت أرأيت ماذا ترك لنا؟ والله ما ترك لنا شيئا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في شأن الصديق رضي الله عنه وساني بنفسه وماله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في شأن الصديق رضي الله عنه ما من أحد كانت له علينا يد إلا كافأناه عليها، إلا أبا بكر له علينا يد يكافئه الله عز وجل عنها يوم القيامة. أبو بكر الصديق بيوضح لنا حقيقة الصاحب اللي يفرح لما تكون أنت فرحان. الصديق رضي الله عنه بيقول وإحنا في طريق الهجرة أخذت أنظر إلى ظل حتى يستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت ظل صخرة فذهبت فسويت الأرض وفرشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله استرح هنا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصديق يدور على راعي يجمع شوية لبن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاب بالفعل اللبن وخلى اللبن يبرد اللبن كده يبقى اللبن سائع كده للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت باللبن فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من نومه فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رويت. أبو بكر بيقول النبي فضل يشرب لحد ما أنا شبعت. يا الله، صاحبي لما يشرب أنا شربت، النبي صلى الله عليه وسلم لما يشبع أنا شبعت. وفي رواية الأخرى والله لقد شرب رسول الله حتى رضيت. هي دي حقيقة الصاحب اللي يقف معاك في وقت شدتك وفي وقت محنتك. يروي عمر رضي الله عنه لما سمع رجل يقول والله إن عمر أفضل من أبي بكر، قال عمر والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ويوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. أما الليلة فليلة خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل معه الغار فقال يا رسول الله على رسلك، ويدخل الصديق رضي الله عنه إلى الغار علشان يكتشف فيه تعبان في عقرب حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، بيضحي بنفسه علشان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فيوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهيق يمشي مرة أمام النبي ومرة من ورائه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فيقول النبي يا أبا بكر لما تفعل هذا؟ يقول يا رسول الله أتذكر الرصد فأكون من أمامك، وأتذكر الطلب اللي جاي لنا من ظهرنا فأكون من ورائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيئا أتحب أن يكون فيك دوني؟ قال والذي بعثك بالحق في دونك يا رسول الله. نعم الصاحب
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والصحابة في المدينة مش عارفين مين النبي ومين أبو بكر، وما عرفوش مين النبي من أبي بكر لحد ما شافوا أبو بكر الصديق بيظلل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيبه الشمس. أن لنا بمثل هذا الصاحب الذي يكون نعم العون لنا في ديننا وفي دنيانا. مدرسة الهجرة بتعلمنا عن إيه الصاحب الحقيقي، وصدق الله حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم الصاحب كان الصديق رضي الله عنه، جزاه الله عنا خيرا، وجزاه الله عن الإسلام خيرا، وجزاه الله عما فعله مع نبيه خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم.